طبعا في عذاب وفي نعيم، الله يجعلنا وإياك من المنعمين في قبورهم. الناس يتكلمون عن عذاب القبر أكثر من كلامهم عن نعيم القبر، فالقبر أيضا فيه نعيم والحمد لله. القبر أيضا فيه نعيم والحمد لله. لا يخفى عليك أن الميت في قبره يأتيه رجل أبيض الوجه أبيض الثياب، يقول له وطيب الرائحة، يقول له من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة، فيفتح له باب الجنة يأتيه من روحها وريحانها الحمد لله. وهناك أيضا على أهل الإجرام عذاب في القبر نعوذ بالله منه. وكان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل صلاة يتعوذ بالله من عذاب القبر، كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال تعالى في شأن قوم فرعون من خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا في شأن قوم نوح. وفي شأن قوم فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول النبي صلى ويقول الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق، والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. ففي عذاب وفي نعيم، جعلنا الله إياك من أهل النعيم. وجدير بالدعاة إلى الله الذين يذكرون بعذاب القبر أن يذكروا أيضا بنعيم القبر. فربنا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين ومنذرين، قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.